السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف منصات تعليمية باللغة العربية وقوية جدا، وممكن تاخد شهادة معترف بيها وكل المجالات اللي انت عايزها. تقدر تيجي تعمل سيرش على الكورس اللي انت عايزه. طيب هنبدأ بقى الواحد اللي هو معارف، دي فيها دورات تعريفية وكورسات معتمدة. هتلاقي حاجات مثلا زي، تعالى نبدأ كده مع بعض، في حاجات في البرمجيات، في حاجات في الإنجليزي، في حاجات في الهندسة، في الجرافيكس، في تكنولوجيا معلومات وكل الحاجات دي. طيب خلينا مثلا نخش على الجرافيكس. هتلاقي عندك حاجات في الفوتوشوب، حاجات في الميكنج، في الاعلانات، في المونتاج، في كل البرامج اللي انت ممكن تتخيلها تبدا تدوس، وكورسات مجانية مفيش ان انت تدفع فلوس. تمام، تعالى تعمل تسجيل، وفي شهاده في الاخر. تمام، هتقول له بس الدخول باستخدام جوجل او الدخول باستخدام فيسبوك وتبدا ان انت تتفاعل معاه. طيب تعال نشوف بعد كده نفهم. هتلاقي ان في ممكن تستخدمه على الكمبيوتر او الموبايل، سواء جوجل بلاي او اب ستور. دي الكورسات ممكن تسال اي سؤال وتشوف الاجابه. في تعليم حر، في حاجه خاصه بالمناهج الدراسيه. تمام، ممكن تقول له انا عايز المناهج بتاعت مصر مثلا فتبدا ان انت تشوفها. ممكن تقول له عايز الحاجات، ممكن تشترك في القناة بتاعت اليوتيوب. رواق من ضمن المنصات القديمة جدا والقوية جدا، وخدت منها كورسات كتير جدا، وفي شهادة معتمدة لو خلصت الكورس. أغلب الكورسات اللي فيها ببلاش، لكن في بعض الكورسات بتبقى بفلوس. في حاجات كتيرة جدا في المجال الهندسي، في المجال الطبي، في ريادة الأعمال، في طريقة الكتابة، في البودكاست. إدراك المنصات قوية، دي تبع الأردن. في كورسات خاصة بتنمية الطفولة، دي كلها مجاني. يعني ممكن يكون في كورس أو اتنين، أو يعني اللي أنا الكورس اللي خدتها كلها كانت مجاني. في منصة اسمها تيرا كورسز، فيها كل الكورسات. تقدر إن أنت تختار كورسات اللغات، المحاسبة، تنمية المهارات، تصميم الجرافيكس، الحاجات دي كلها. دي بقى مهارات، دي من شركة جوجل. تقدر تاخد كورسات كتير جدا في البرمجة، في قواعد البيانات، الحاجات دي كلها، وفي شهادة لما بتخلص الكورس. خلينا نقول له حصول على دورة تدريبية. في حاجات مثلا خاصة بالتسويق، إنشاء سيرة ذاتية، بيشرحك ازاي تعملها، استخدام منصات منتجات جوجل، تستعملك عبر الإنترنت. كل الحاجات دي موجودة مجاني من جوجل.